بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أمين. إن شاء الله النهاردة يا شباب هنكمل الموضوع اللي بدأناه المرة اللي فاتت عن الإسكيميك هارت ديسيز. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الستيبل كوروناري أرتري ديسيز، وكان الموضوع اللي بيفرق ما بينهم هو الكلينيكال بريزنتيشن. كان قبل كده قلنا ان الشيست بين يجي مع الاكسرسايز، المريض يقعد يرتاح، والنقطه الثانيه انه ما بيطولش عن من 15 ل 20 دقيقه. لو كسر القاعدتين دول يبقى احنا انتقلنا من الكرونيك ستيبل انجينا للاكيوت كوروناري سيندروم. طيب الحاله اللي معانا النهارده هو نفس العيان اللي هو الدكتور خليفه. دكتور خليفة بقى عنده 55 سنة، ديابيتك وهايبرتينسيف وأوبيز وسموكر وسيدنتري لايف زي ما احنا عارفين، وفيه هيستوري لستيبل أنجينا بقاله سنة. يعني احنا بقالنا أسبوع ولكن هو بقاله سنة على الستيبل أنجينا، وجاي دلوقتي بأكيوت شيست بين لمدة ساعة كاملة. يبقى الأكيوت شيست بين اللي جاله ما جالوش مع الاكسرسايز بس، ده جال وهو قاعد وطول معاه لمدة ساعة، يبقى احنا انتقلنا الى الكاتيجوري اوف اكيوت كورونري سيندروم. طيب what is next a b c d e؟ الايرواي بيتنت، البريس ادكويت والريسبيراتوري ريت كويس والساتوريشن كويس، والسيركوليشن انتكت سنترال اند بريفرال بلس، والبلاد بريشر بتاعي 140 على 80 اون بوث سايدز. ومهم جدا بقى في الاكيوت كورونري سيندروم او العيان اللي هو بريزنتد بشيست بين، ان انا اشوف الايكواليتي اوف بلاد بريشر اند بلس اون بوث سايدز. ليه؟ لان في بعض الحالات اللي بتبقى خادعه ان اللي يبقى العيان جايب اورتيك دايسكشن، والاورتيك دايسكشن موستلي حلاقي ان ايكوال بلس، لان هو بيبقى قافل على الارترز اللي مغذيه وان ليمب والتانيه فاتحه. فابص الاقي البلاد بريشر على الرايت ارم مثلا 140 80، على الليفت ارم 90 على 60، ودي احد مفاتيح تشخيص حالات الاورتيك دايزيشن. انما الحمد لله الدكتور خليفه ضغطه كويس اون بوث سايدز، والبلس 80، والاي بي جي سحبته وديته المعمل. الديسابيليتي البيشنت اليرت والراندوم بلاد شوجر 350، ودي تاني مطب في الحاله، ان المريض مش لازم يجي لك بوان دايجنوزس، ممكن يجي لك باكيوت ام اي ومعاها دايابيتك كيتو اسيدوزس. وهنا بقى مهمه الارتيريال بلاد جاز الاي بي جي اللي حضرتك لسه سحبه دلوقتي، ده مهم جدا عشان لو طلع فيه ميتابوليك اسيدوزس والراندوم بلاد شوجر بتاعك عالي، يبقى انت هتمانج ام اي وتمانج دايابيتك كيتو اسيدوز. عملنا الاكزامينيشن بتاعه بقى، خدنا هيستوري لقيناه ان هو هايبرتنسيف من 11 سنه، وكان ماشي على املوديبين، وراح لدكتور ابن حلال دكتور كلينيكال فارماسي، قال له يا سيدي انت اسكيميك هارت ديسيز وانت محتاج حد من عيله الايس او الاربس، فحوله على فالزرتان 160 وانس ديلي، وما شاء الله الضغط 140 80 عليه، يعني الامور كويسه. وسكر بقاله 16 سنة على انسولين وميتفورمين، ودلوقتي بقى جاي بيشتكي من ايه؟ اسمع، شيست بين ديفيوز بريكورديال سيفير كومبريسنج بقاله ساعة ديورنج ريست، يعني مش ديورنج اكسرسايز، ديورنج ريست، وكمان خد سب لينجوال نايتريتس وما ريحتوش، ومن شدة الألم بيدخل في فازو فيجال مانيفستيشنز نوزيا وفوميتنج وسويتنج. العيان بتاع الأكيوت شيست بين لما يجي يقول لك أنا رجعت، لازم تحترم الكلمة دي قوي، ده معناه إن هو ما بيهزرش. مفيش واحدة سايكك بتدخل في أكيوت شيست بين وترجع، إنما أكيوت إم أي بيرجع ويعرق ويتنيل، لأن السيفيريتي بتاعت الشيست بين لا تحتمل. الإكزامينيشن بتاعه كويس، مش سامع عليه حاجة، يعني بالسماعة وكل حاجة كويس. فإحنا دلوقتي قدامنا إيه؟ acute chest pain for differential diagnosis mostly acute coronary syndrome. طيب هنتعامل إزاي؟ ما differential diagnosis واسع، في عندنا acute coronary syndrome وdissection وpericarditis وmyocarditis وvalvular، ولكن إحنا دلوقتي طلعنا إيه؟
طلعنا الـ unstable conditions من الاعتبار عن طريق ان احنا عملنا A, B, C, D, E. فما فيش حاجة vital هتفوتنا ان شاء الله. فالـ emergency management ده عيان انا شاكك ان هو acute coronary syndrome بقوة. في الاستقبال هنعمل ثلاث حاجات: رسم قلب، أشعة عادية على الصدر، ونعمل لو متاح ان انا ابص عليه بصة ايكو كارديوجرافي يبقى كويس. والايكو كارديوجرافي هنا نوت روتين، ولكنه لو انا هازي عن الدياجنوزس ومش قادر ان انا اقول 100% برسم القلب ان ده اكيوت كورونري سيندروم، ساعتها بلجأ ليه الايكو كارديوجرافي. طب حد هيسألني سؤال، انا بعمل شيست اكس راي ليه؟ اقول لك انا بعمل شيست اكس راي علشان ممكن اشوف فيه دايليتد اورتيك روت، والدايليتد اورتيك روت بدل ما انا قاعد بفكر في اكيوت كورونري سيندروم افكر معاه في اورتيك دايسكشن، يعني قطع في جدار الاورطة. طب هو يفرق معايا في حاجه؟ طبعا الميوكارديال انفاركشن هديها ستريبتوكينيز مذيب للجلطه. تخيل بقى لو انت تدي واحد عنده قطع في الاورطة مذيب للجلطه، يبقى انت موته. فالشيست اكس راي الهدف بتاعها ان انا ارول اوت ان الحاله تبقى اورتيك دايسكشن، لما ما الاقيش دايليتد اورتيك روت ابقى مرتاح شويه. جميل جميل. طيب رسم القلب، انا عارف ان اللي شاف منكم الفيديوهات بتاعت رسم القلب هو واحد او واحد ونص بالكتير. احنا في رسم القلب في محاضره الاريزميا قلنا ان البي دي اتريال اكتيفيشن، والكيو ار اس ده فنتريكولار اكتيفيشن، والاس تي سيجمنت دي المرحله الفاصله ما بين الفنتريكولار دي بولاريزيشن والتي ويف اللي هي الفنتريكولار ري بولاريزيشن. يعني في مرحله الاس تي سيجمنت دي المفروض كل الخلايا بتاعه الفنتريكل بقت دي بولاريزد. تخيل بقى لو في اسكيميا، لو في اسكيميا هيبدأ ان في بعض الخلايا تتأخر في الديبولاريزيشن، فيحصل ST segment deviation، يا اما elevation يا اما depression يا اما T wave inversion. طيب ايه دلالة ال ST elevation؟ قالك لو في ST elevation دي دلالة total occlusion، يعني في myocardial injury. طب الـ ST depression دي درجة أخف شوية، هو في إسكيميا، في ongoing إسكيميا ولكنها ما عملتش myocardial injury، يعني مين أخطر؟ الـ ST elevation ولا الـ ST depression؟ الـ ST elevation. يعني لو العيان جاي بـ ST elevation في الـ ECG ده معناه إن هو ST segment elevation myocardial infarction، وده بيبقى معاه total occlusion في الكورونري artery زي ما هنعرف كمان شوية. إنما لو ST depression أو T wave inversion معناه إن في إسكيميا ولكن معاها incomplete occlusion في الكورونري artery. ده الرسم القلب بتاع الدكتور خليفة، شايف؟ في عندي ST segment elevation في V1 و2 و3 و4 و5 و6 و1 و EVL. مش عليكم الكلام ده كله، بس انا عايز اقول لكم ان احنا من رسم القلب بنقدر نتوقع الشريان المقفول، عشان لما ندخل بالقسطره نبقى احنا دماغنا ايه عارفين احنا هنروح نعمل ايه. انت كدكتور صيدلي كلينيكال فارماسي دورك ايه في الموضوع ده؟ الجايدلاينز الاوروبيه والامريكيه قالوا ان بدايه التعامل مع مريض الاكيوت كورونري سيندروم هو الفيرست ميديكال كونتاكت. وتعريف الفيرست ميديكال كونتاكت مش هو دكتور القلب، عرفوا الفيرست ميديكال كونتاكت ان هو اول شخص قادر على عمل وقراءه رسم القلب. ايه ده؟ يعني حضرتك ممكن تكون الفيرست ميديكال كونتاكت وتنقذ حياه مريض؟ لو انت قاعد في مكان في فاسيليتي رسم قلب وعملت رسم القلب وشخصت ان في ST segment elevation لمجرد انك تشك وتبعت العيان، حضرتك انقذت حياته. طب لو لقيت المنظر ده ST segment elevation او depression قبل ما تبعته، اديله دواء الطوارئ على بال ما تبعته. ايه هو دواء الطوارئ؟ لو العيان ده هيقدر يعمل قسطرة في خلال 120 دقيقة
بنديله 300 مللي جرام استايل ساليسيليك، 4 أقراص اسبوسيدي ارقشهم، و8 تقراص بلافكس اللي هو 600 مللي جرام كلوبيدو جريل، و80 مللي جرام اتورفاستاتين، وبنديله انتي كواجليشن اللي موجود هيبرين ادي انوكسابارين ادي، وجرعه الانوكسابارين في الاكيوت كورونري سيندروم اي في 0.5 مللي جرام بركيش، واديله سابلينجوال نايتريتس، واديله بيسيدين علشان البين كنترول. طب الاستايل ساليسيليك والكلوبيد جريلو عرفناه، بندي انتي بليتلت عشان دي ام اي علشان نمنع البلاد كواجوليشن، ماشي. طب الاتورفاستاتين بديه بالجرعه العاليه دي ليه؟ بديه بالجرعه العاليه دي كانتي انفلاماتوري، لقيوا ان هو بيعمل بلاك ستابلايزيشن. فاكرين الاسيرومتاس بلاك اللي فرقعت المره اللي فاتت؟ هو بقى بيعمل ستابلايزيشن للبلاك، ليه انتي انفلاماتوري ايفكت. الانوكسابارين هو مش مذيب للجلطه، هو انتي كواجولانت بيمنع البروجريشن اوف ثرومبس. طب الداينايترا؟ قالك ان في كثير من الاحيان الميكارديال انفاركشن بيبقى فيه ثرومبس وعليها كروناري سبازم، فانت لو اديت سابلينجوال داينايترا ممكن تريليف الكروناري سبازم وتحوله من كومبليت اوكليوجن لان كومبليت اوكليوجن، يبقى انت كده انقذت حياته قبل ما يطلع من عندك. طب البيسيدين بين كنترول، يعني احنا بنتعامل مع بني ادمين فما ينفعش ان انا اسيب العيان يتالم قدامي، اديله بين كنترول دراجز. طيب العيان اتحجز عندك في المستشفى بقى اللي فيها قسطره، او مفيش قسطره وانت قررت انت تحجزه تديله مديب جلطه، فبتسحب له وانت بتركب له الكانولا كده، تسحب له عينه تشوف السي بي سي، الكيدني فانكشن والليفر فانكشن والسيوله بتاعته، وتسحب له كاردياك انزيمز. والكاردياك انزيمز اللي بتتسحب هي السي كي ام بي اند تروبونين ليفل، والجايد لاينز دلوقتي اعتمدت على التروبونين وما عادتش بتعتمد على السي كي ام بي. ولو ان اول انزيم بيطلع هو المايوجلوبين، يعني اول انزيم بيطلع هو المايوجلوبين ولكنه مش سبيسيفيك، انما السي كي ام بي والتروبونين الاثنين دول اللي بيطلبوا في المايوكارديال انفاركشن. زي ما انتوا واخدين بالكم هنا السي كي ام بي المفروض ان هو في عيان المايوكارديال انفاركشن بينورمالايز بعد يومين، يعني لو العيان عدى عليه 48 ساعة المفروض ان انا الاقي السي كي ام بي نيجاتيف. طب عيان جاي لي بمايوكارديال انفاركشن والسي كي ام بي بوزيتيف، يعني هو لسه خلال 48 ساعة. طيب دخلنا الدكتور خليفة كان حظه حلو ودخلنا القسطرة وعملنا تصوير للشرايين بالقسطرة، لينا ايه عند الدكتور خليفة؟ كان المفروض في شريان نازل هنا هو في النص اسمه الليفت انتيريور ديسندنج ارتري، هو عنده مقفول من عند الحتة دي توتال اوكليوجن. رحنا جايبين السلك بتاعنا ومدخلين السلك، شايف الشريان اللي كان هنا ده ما كانش باين، بعد ما عدينا فيه السلك ودخلنا بالبالونة الدنيا بدأت تلون شوية، شايفين الدعامة وهي بتتنفخ؟ مقدرين حجم الضيق اللي موجود في الشريان؟ شايفين دي الدعامة وهي بتتنفخ جوه الشريان، وده منظر الشريان بعد تركيب الدعامة. شايفين الارتري الوحش اللي في النص ده؟ ده كان توتال اوكليوجن، وهو ده اللي كان عامل الدكتور خليفة وجع الصدر بتاعه. دكتور خليفة ده ريال كيس، يعني الكورونر انجيوغرافي ده بتاع عيان فعلا حقيقي. العيان الحمد لله، حمد لله على السلامة يا دكتور خليفة، وجع صدرك بقى كويس، القسطرة بتاعتك زي الفل، هنقعدك في العناية بس 48 ساعة. طب نمشي ايه بقى في العناية؟ هنمشي على سبرين وانس ديلي فور لايف، وكلوبيدو جريل وانس ديلي فور وان يير. الله، طب ليه مش ادينا اسبرين 150 ملي جرام؟ قالك لان الماكسيمم دوز اوف اسبرين during dual antiplatelet therapy 100 ملي جرام، يعني يا اما تدي اسبرين 75 يا جوسبرين 81 يا اسبرين بروتكت 100، ده اخرك ان انت تدي كام؟ 100 ملي جرام. اتورفاستاتين هنمشي عليه 4
لايف، البيسوبرولول البيتا بلوكرز فور لايف، والفالزرتان اللي هو كان بياخده علشان كرونيك ستيبل دلوقتي اخده رسمي علشان المايوكارديال انفاركشن. الانوكسابارين لو سكسسفول بي سي اي، لو القسطره بتاعته ناجحه خلاص ملوش رول، ولكن لو كان في مشاكل في القسطره وكان حظه فقر يكمل انوكسابارين ديورنج الهوسبيتاليزيشن. النايتريت بنديها لو في شيستري، يعني لو لسه ريزيدوال شيستبين بعد القسطره ندي نايتريتس، ما فيش شيستبين ما تديش نايتريتس. طب الدول انتي بليتلت دراجز دي مش ممكن تزود البليدنج ريسك؟ عشان كده لازم تدي حاجه من عيله البروتون بامب انهيبيتورز، وبتديها يعني فور 1 يير، لان انت هتمشي دول انتي بليتلت ثيرابي فور 1 يير. وايه شفت انا كتبت له ايه؟ بانتوبرازول، ما كتبتلوش اوميبرازول، لان الاوميبرازول ايه؟ بيقلل فعاليه الكلوبيدوجرال. الاي بي جي الحمد لله الحمد لله ما كانش فيه ميتابوليك اسيدوزس، الكاردياك انزايم كانت عاليه، يعني ده بيأكد ان هو كان مايوكارديال انفاركشن. ولكن في الاكيوت مايوكارديال انفاركشن اللي فيها اس تي سيجمنت اليفيشن انا بتدخل قبل ما نتائج الانزيمات تطلع، يعني انا سحبتها في الكانولا، ده لا يؤخر دخوله القسطره، يدخل القسطره ونفتح الشريان وبعد كده نبقى ايه نفلي في الكاردياك انزايمز بتاعي. الوظائف الكلى كانت كويسة 9/10 والفولو أب بتاعها كويس، ومهم جدا الفولو أب بتاع وظائف الكلى بعد أي عيان اتعرض لصبغة، لأن الصبغة ممكن تعمل أكيوت رينال فيلير، ويسمى المصطلح ده كونتراست انديوزد نفروباسي. وظائف الكلى بتاعته يعني الـ AST ده بيعلى في المايكارديال انفاركشن، الدهون بتاعته عالية وعايزة تظبيط، واحنا كده كده كتبنا له الأتورفاستاتين. العيان الدكتور خليفة ده هو قاعد في السي سي يو 48 ساعة، بعد كده طلعناه في الاسم الدخل 48 ساعة، عملنا له ايكو علشان نعرف احنا البيز لاين بتاعنا ايه عشان الفولو اب، لينا الايجكشن فراكشن مايلد امبيرد 49%، وخرجنا الدكتور خليفة. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل يا سيدي عند الدكتور خليفة ده اكيوت كوروناري سندروم. يعني ايه برضو؟ يعني acute myocardial ischemia. طب ايه الباثوجينيسيس بتاعه الاكيوت كوروناري سيندروم؟ الباثوجينيسيس بتاعه الاكيوت كوروناري سيندروم ان يحصل بلاك رابشر. يعني يحصل بلاك رابشر؟ فاكرين البلاك رابشر اللي حصل في الفيديو المره اللي فاتت؟ هو ده بلاك رابشر. المفروض البلاك دي كانت كامله، رابشرت. لما رابشرت حصل ايه؟ حصل ثرومبوزس اون توب اوف اثيروسكلروزس. لو الثرومبس دي قفلت الارتري كومبليتلي هترفع الاس تي سيجمنت وتعمل لي اس تي سيجمنت اليفيشن مايوكارديال انفاركشن. لو قفلت انكومبليت هتعمل انستابل انجينا ونون اس تي سيجمنت اليفيشن مايوكارديال انفاركشن. وبعد كده يحصل هيلينج والاستينوزس ده هيبقى مور سيفير وهيحصل استابيلايزيشن للكيس. وفي نقطه بقى مهمه، فاكرين لما سالتوني هو اول شيست بين العين هيشتكي منه هيبقى ايه؟ اكيوت كوروناري سندروم، صح؟ وبعد شهرين بيحصل استابيلايزيشن فبيتحول لكرونيك ستيبل انجين. يعني الدكتور خليفه مسيره بعد شهرين من الاستابيلايزيشن ان هو يبقى عيان ايه؟ كرونيك اسكيميك هارت ديزيز. يعني الاكيوت كوروناري سيندروم اعمل رسم قلب، رسم القلب فيه اس تي سيجمنت اليفيشن يبقى ده ستيمي اس تي سيجمنت اليفيشن مايكارديال انفاركشن، ده عايز قسطره حالا او ثرومبوليتيك ثيرابي. طب لو نون اس تي سيجمنت اليفيشن نعمل كاردياك انزايم، لو كاردياك انزايم بوزيتيف يعني مايوكارديال انفاركشن ولكن مش معاها اس تي سيجمنت اليفيشن، يعني اسمها ايه؟ نون اس تي سيجمنت اليفيشن مايوكارديال انفاركشن. لو الانزايم نيجاتيف يبقى اسمه انستابل انجين. في حاجات كتير جدا ممكن تنزلها من على النت وتقدر ان انت تعمل ريسك ستراتيفيكيشن مش عليك، زي الجريس سكور والتيم سكور، ده اندرويد ابلكيشن تنزله يس نو يقول لك الريسك بتاع العيان ده اخباره. طيب ايه هي الكرايتيريا اوف انستابيليتي؟
prolonged chest pain at rest زي الدكتور خليفه بالظبط اكتر من 20 دقيقه. ايه تاني؟ new onset chest pain يعني واحد عمره ما اشتكى من chest pain وجاي يشتكي لك من chest pain ده acute coronary syndrome. ايه تاني؟ recent destabilization يعني عيان كان ischemic heart disease ولكن بدا الشيست بين يزيد في الفريكوانسي والانتنسيتي والديوريشن ده اسمه ريسنت ديستابيلايزيشن او بوست مايكارديال انفاركشن بيشنت واحد دخل في شيست بين خلال 15 يوم من الجلطه ده انستابل بيشنت. طيب الورك اب ده بقى شايفين الجدول ده او الالجوريزم ده انا مش عايزه للامتحان بس الالجوريزم ده لايف سيفنج لاي عيان اكيوت مايوكارديال انفاركشن يقابلك. لو اس تي سيجمنت اليفيشن مايوكارديال انفاركشن وحضرتك في بي سي اي كابابل سنتر يعني في مكان فيه قسطره لا نقاش هيدخل يعمل قسطره في الحال. لو انت في مكان ما فيهوش قسطره تحسب تقدر تنقله يعمل قسطره خلال 120 دقيقه ولا لا؟ لو هتقدر تنقله ويعمل قسطره في اقل من 120 دقيقه يعمل قسطره. طب لو ما نفعش اديله ثرومبوليتيك ثيرابي ستريبتوكاينيز وانقله يعمل قسطره سواء كان سكسسفول او فيلد. يعني لو سكسسفول هيتصور لو فيلد هيتصور. يعني كده عيان المايوكارديال انفاركشن اللي معاه اس تي سيجمنت اليفيشن هيعمل قسطره ولكن لو القسطره تتاخر ادي ثرومبوليتيك ثيرابي وبعد كده حوله يعمل قسطره. الثرومبوليتيك ثيرابي اللي عندنا هو الستريبتوكاينيز. في مستشفيات فاخره عندها المور ادفانسد فورمز زي الالتبليس الريتبليس التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور التينكتبليس لكن احنا عندنا الستريبتوكاينيز. والستريبتوكاينيز جرعته هو الامبول وحده نص مليون وحده بندي للعيان على مدار 30 ل 60 دقيقه في المايكارديال انفاركشن بدي على 30 دقيقه. طيب انت كدكتور كلينيكال فارماسي وظيفتك ان انت تشيك الكونترا انديكيشنز اوف فايبرينوليسز قبل ما الجريمه تحصل. يا عيان يا دكتور خليفه انت جالك جلطه او نزيف في المخ قبل كده؟ انت جالك اسكيميك ستروك خلال 6 شهور؟ في عندك لا قدر الله ورم في المخ او بتتعالج من حاجه زي دي؟ هل في مخبوط ولا عامل عمليه في راسك من 3 اسابيع؟ هل نزفت جي اي تي خلال الشهر اللي فات؟ هل انت اصلا بتشتكي من بليدنج ديس اوردر؟ وتسال دكتور الطوارئ انت استبعدت الاورتيك دايسكشن ولا لا؟ لان دي ابسوليوت كونترا انديكيشن ممنوع تدي فايبرينوليسيس في العيان ده. طب لو عنده ابسوليوت كونترا انديكيشن تعمل ايه؟ انقله يعمل قسطره حتى لو هيتاخر عن 120 دقيقه خلاص هو اتقفل له الباب بتاع الفايبرينوليسيس. الريلاتيف كونتر انديكيشن اللي بتوزنها بقى ترانزيانت اسكيميك اتاكس اورال انتي كواجوليشن بريجننسي نون كومبريسبل بانكشر تروماتيك ريسسيتيشن ريفراكتوري هايبوتنشن وضغطه عالي اكتر من 180 ادفانسد ليفر ديزيز بيبتيك السر انفكتيف اندوكاردايتس بتبدا ان انت هنا توزن هل التاخير بتاع القسطره شديد قوي يعني 6 7 ساعات ولا التأخير 3 ساعات تقدر تنقله تعملها وتسيف العيان ان هو يدخل في الكومبليكيشنز اوف ثرومبوليتيك ثيرابي. طب الكونترا انديكيشنز دي يا ولاد تعملوا فيها ايه؟ تحفظوها وتاخدها سكرين شوت على الموبايل وكل ما يقابلك عيان مايوكارديال انفاركشن هياخد ستريبتوكاينيز يو ماست تشيك. طيب لو العيان بقى مش ST segment elevation myocardial infarction لو نستمي أو unstable angina امتى يدخل القسطرة فورا؟ فورا مفيش نقاش. واحد ضغط واقع hemodynamic instability أو كل شوية يدخل في ventricular arrhythmia. سمعك اللي بتقوليلي الليدوكين حلو في الventricular arrhythmia بتاع الischemic heart disease شاطرة برافو عليك أو ongoing chest pain يعني اديته الداينايترا واديته ومفيش فايده اونجوينج شيست بين يبقى يدخل القسطره ايميديت. طب مين اللي يدخل خلال 24 ساعه؟ واحد ما فيهوش الكرايتيريا اللي فاتت بس الاس تي سيجمنت كل شويه قاعده تنزل تعلى التي ويف يحصل فيها مشاكل او في انزايم تشينجز وانس ان هو بوزيتيف كاردياك انزايمز لازم يدخل القسطره خلال 24 ساعه.
او حضرتك بقى من الناس المتقدمين اللي نزلوا الابليكيشن بتاع الجريس سكور وحسبته له لقيت الجريس سكور اكتر من 140. طب مين اللي يدخل خلال 72 ساعه؟ واحد ما عندوش لا ده ولا ده، بس عامل بي سي اي في الست شهور اللي فاتوا، او عامل كابج قبل كده، او مسكر، او عنده كرونيك كيدني ديسيز، او ايجكشن فراكشن بتاعه اقل من 40%، او ايرلي بوست انفاركشن انجينا لسه عنده جلطه من اسبوعين وجاي يشتكي من شيست بين، او الجريس سكور 110 140. انتوا عليكم الموضوع ده يا ولاد؟ مش عليكم، ولكن انا بديهولكوا لان حضرتك هتبقى في موقف ان انت تاخد ديسيجن ميكنج مع الدكتور الموجود، وحبذا بقى لو الدكتور مش عارف فانت تسنده، مش طب انتوا الاثنين مش عارفين والعيان يروح ايه فابو بلاش. طب الميديكيشنز اللي بنمشي العيان ده عليها ايه؟ اتفقنا دول انتي بليتلت ثيرابي، بس الغلطه هنا فين يا ولاد شاطرين؟ الغلطه في الاستايل ساليسيليك. ما ينفعش ندي 2 في 1 عشان الماكسيمم دوز كام؟ 100 مللي جرام، صح؟ ندي اتورفاستاتين، ندي بيسوبرولول، بيتا بلوكرز، ندي فالزارتان، ندي انوكسابارين، نايتريت انفيوجن، بانتوبرازول. الانتي بليتلت اللي بستخدمها، ماشي يا سيدي، بقول ان هو هيقفل على 10 دقايق. الانتي بليتلت الاسبرين بدي 300 مللي جرام، وبعد كده مينترنت من 75 لكام؟ ل 100، شاطرين. طب البي 2 واي 12 انهبيتورز دي عيله الانتي بليتلت الثانيه اللي هم مين؟ في عندنا التيكا جريلور، وعندنا البراشو جريل، وعندنا الكلوبيدو جريل. العيلة الجديدة دي اللي هي التيكا جريلور دي نزلت السوق واسمها في السوق بيرليك، والجايد لاينز الأوروبية قالت ان كل العيانين الأكيوت كورونري سيندروم ياخدوا تيكا جريلور unavailable او contraindicated. لو مش موجود خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طب ايه الكونترا انديكيشن؟ واحد ماشي على وارفرين، او عنده ادفانسد ليفر ديسيز، او جاله نزيف في المخ قبل كده، التلاتة دول ممنوع ادي فيهم تيكا جريلور، دول ادي فيهم كلوبيدو جريل. البراشو جريل كونترا انديكيتد في العيان اللي عنده هيستوري اوف اسكيميك ستروك، ومش بريفيرد في الاولد ايج ولا الرينال ولا العيان اللي وزنه تحت ال 60 كيلو. يبقى البي 2 واي 12 انهبيتورز بديهم امتى؟ لمده 1 يير يستحسن التيكا جريلور ده الموجود في مصر، الا لو ان افيلابل او كونترا انديكيتد. طيب لو ان افيلابل او كونترا انديكيتد هعمل ايه؟ هدي كلوبيدو جريل، صح؟ طب لو اديت التيكا جريلور جرعته كام؟ هو القرص 90 ملي جرام، فانا هديله قرصين لودنج وبعد كده يمشي قرص الصبح وقرص بالليل. انما الكلوبيدو جريل حد 300 ملي جرام، لو هدي ثرومبوليتك ثيرابي 600 ملي جرام، والحته دي ام سي كيو لو داخل يعمل اسطر. يبقى اللودنج دوز اوف كلوبيدو جريل مختلف من الثرومبوليتك ثيرابي عن الاسطر. التيكا جريلور بيتاخد مع القسطره بس، ما ينفعش اديه لو العيان هياخد الثرومبوليتك ثيرابي. انما الكلوبيدو جريل 300 مللي جرام مع الثرومبوليتك ثيرابي، 600 مللي جرام مع القسطره، وبعد كده امشي 75 مللي جرام وانس ديلي. طيب التيكا جريلور في مشكله، لو حد من قرايبكم يعني بعد الشر مشي على البرليك دوت اللي هو التيكا جريلور، بيبدا يشتكي من ديسنيا كده ان اكسبليند، ولما توقفه وتنقل على كلوبيدو جريل تلاقي الديسنيا اتحسنت. الكلوبيدو جريل بقى فيه مشكلة ان بعض الناس بيبقى عندها ريزيستنس منه، وللأسف الناس دي بتيجي بري انفاركشن، يعني بعد ما نركب الدعامة يحصل جواها جلطة بعد فترة بسيطة ويبدأ العيان يجي يشتكي تاني. علشان الريزيستنس بتاعت الكلوبيدو جريل دول نزلوا التيكا جريلور ورشحوه لكل الأكيوت كورونري سيندروم إلا لو ان افيلابل او كونترا انديكيت. طب البروتون بامب انهيبيتور مطلوبه عشان امنع الجاستريك ألسر، بس اي حاجه غير الاوميبرازول، لان الاوميبرازول بيقلل شغل، شاطرين، بيقلل شغل الكلوبيدو جريل. الاستاتينز لقيوا ان الاستاتينز على اللونج تيرم بتحسن الاثيروسكلروز، يعني هي في الاكيوت سيتنج عملت استابيلايزيشن للبلاك، وعلى اللونج تيرم كمان بتحسن الاسيروميتاس بلاك، لان البلاك دي كبر عباره عن ايه؟ ال دي ال، وعليها ماكروفيج
وكلام كده ملوش اي لازمه. طيب الاستاتينز اللودنج دوز 80 مللي جرام اتورفاستاتين، طب همشي مينتننس على ايه؟ حاجه من اتنين الجايد لاينز قالت له، يا اتورفاستاتين 40 ل 80، يا روزوفاستاتين اللي هو الكريستور 10 ل 20. اتورفاستاتين موجود اتور لبيتور في ادويه كتير، والروزوفاستاتين ده الكريستور والكريستوليب، يعني في ادويه كتير من هذا القبيل. طيب الانتي كواجوليشن، في عندنا الهيبارين وعندنا الانوكسابارين وعندنا الفوندا بارينو، شاطرين. الهيبارين لو هستخدمه من 60 ل 100 وحده بركيش، وبعد كده همشي مينتنانس دوز 10 ل 12 وحده بركيش بير اور، واخلي البي تي تي 50 ل 70. اللوم الكلاود هيبرين نص مللي جرام بركيش بولس اي في، وبعد كده همشي 1 مللي جرام بركيش كل 12 ساعه سبكوتينس. الفوندابارينو، فوندابارينو 2.5 مللي جرام اي في، بعد كده 2.5 مللي جرام سبكوتينس. شايفين بقى السؤال الام سي كيو ده، ممنوع منعا باتا استخدام الفوندابارينو في عيان داخل قسطره. ليه؟ لانه حصل كاستر ثرومبوزس عليه، هو insufficient ان هو يمنع الكاستر ثرومبوزس. الانتيكواجليشن لو القسطره اتعملت وسكسسفول المفروض يقف، تمام، انما لو ما عملش قسطره او القسطره فيها مشاكل بيكمل 8 ايام بتوع الهوسبيتاليزيشن. البيفاليوريودين ده مش بيستخدم الا في الحالات اللي داخله تعمل قسطره. طيب عيله الايس انهبيتور والاربس زي الكابوتين الشورت اكتنج، الانالابريل، الفالزرتان، ده اللي هو الدكتور خليفه ماشي عليه، الفالزرتان 160 مللي جرام، ده اي عيان ستيمي بياخدهم عشان يحسن الريموديلنج بتاع الكاردياك ماسل، او اي عيان نستيمي او انستيبل ومعاه حاجه من الثلاثه دول، يا دايابيتك يا هايبرتنسيف والدكتور خليفه هايبرتنسيف، اللي في ديس فانكشن او العيان رينال او في هيستوري اوف مايوكارديال انفاركشن. البيتا بلوكرز بنديها كانتي اسكيميك، وبنحب نظبط العيان الاسكيميك هارت من 60 ل 70 الهارت ريت بتاعه. ليه؟ لانه هيقلل الكونتراكتيليتي ويقلل الهارت ريت ويقلل الاكسجين ديماند ويقلل السمباثيك درايف على الهارت، فبيقلل المايوكارديال انجري اللي بيحصل. النايتريتس في عندنا طبعا نيتروجليسرين انفيوجن اللي هو الترايدل موجود في العنايات، في عندنا الباتش موجوده في كل الصيدليات، يعني لو انت في مكان ما فيهوش عنايه وعايز تنقذ العيان هات له الباتش، تمام، وحطه على صدره، في باتش 5 وفي باتش 10. وفي عندنا حاجه طوارئ اسرع سابلينجوال داينايترا او ايزوزوربايد داينايتريت. طيب الانترافينوس نايتريتس بستخدمها للعيانين اول 24 ل 48 ساعه، وبعد كده لو العيان عنده هارت فيلير او ريزيدوال اسكيمي، تمام، وهو الروتين يوز مش بنفيشيال، هو النايتريتس هدفه في شيست بين ادي، ما فيش شيست بين ما تديش، بس اياك تدي نايتريتس في واحد واخد سلدنافيل اخر 24 ساعه الفوسفودايستريز 5 انهبيتور. وي كونسيدر النايتريت فري بيريود علشان التوليرانس، لازم يعني لو انت هتدي نايتريتس تقفها 8 ساعات. طيب فاكرين الدراج دراج انتراكشن، الاسبرين والكلوبيدوجريل هيزودوا البليدنج ريسك، عشان كده الاسبرين دوز اقصايا 100 مللي جرام. طب الكلوبيدوجريل واوميبرازول ما ينفعش ندي اي حاجه غير الاوميبرازول، الاستاتين والفايبريتس بيزودوا الرابدومايوليسز وبنطلب لها السي كي كرياتين كاينيز، والنايتريتس ممنوع في العيان الماشي على سيلدنافيل خلال 24 ساعة. تعالوا كده نشوف أول سؤال، ده واحد عنده 40 سنة نوت دايابيتك نوت هايبرتنسيف هيفي سموكر، جايب أكيوت شيست بين كونستريكتنج انكالكتر ومعاه نوزيا وفومتنج، مع نوزيا وفومتنج يعني ما بيستعبطش، ده إيه هو راجل الست هي اللي بتستعبط. That started one hour lasted to presentation، يعني بقاله ساعة عملنا رسم قلب ST segment elevation في الانتيريور ليدز، والعيان reported history of intracranial hemorrhage، يبقى الامرجنسي ميديكيشن will include all of the following except aspirin, clopidogrel, ticagrelor, atorvastatin.
ايوه تيكا جريلور، لان التيكا جريلور كونتر انديكيتد في العيان اللي معاه هيستوري اوف انترا كرانيال هيموراج. السؤال اللي بعديه، which of the following is the next step in management؟ كورونار انجيوجرافي وبي سي اي، ستريبتوكاينيز وبعد كده بي سي اي، اوبن هارت، نان اوف ذا اباف. ايوه صح، ده عيان جاي في خلال ساعة وانا ما قلت لكش ان احنا في مستشفى ما فيهاش قسطرة، طالما متاح قسطرة يدخل يعمل قسطرة. coronary angiography and primary percutaneous coronary intervention. The following anticoagulants could be given during primary percutaneous intervention except heparin, enoxaparin, bevaliudin, fondaparinol. شاطرين، فوندا بارينو علشان الكاستر سورمبوزس، الناس اللي دخلت القسطرة على فوندا بارينو لقيوا انهم بيحصل لهم كاستر سورمبوزس. Which of the following medications is contraindicated in this patient؟ انالابريل، بيسوبرولول، دلتا يازم، سبايرونولاكتون. سمع حد بيقول سبايرونولاكتون؟ مين موافقه؟ الو، ايه صوت صرصور الحقل؟ الناس فين؟ احنا معانا 19 واحد ممثلين الدفعة. كالسيوم شانل. الدلتا يازم هو الاجابة الصح، لان الدلتا يازم ده نيجاتيف اينوتروبيك، بيقلل الكونتراكتيليتي، فما ينفعش اديه في عيان مايوكارديال انفاركشن، كده انا بموته. تمام، يبقى الدلتا يازم كونترا انديكيت. سبايرونولاكتون ده انتي فيلير، والعيان المايوكارديال انفاركشن ده ممكن يدخل في هارت فيلير بعد كده وياخد سبايرونولاكتون. تمام، الانالابريل عادي لو هايبرتنسيف هياخده، بيسوبرولول ده انديكيتد انتي سكيميك، انما الدلتا يازم كونترا انديكيتد في العيان بتاع المايوكارديال انفاركشن. The following are presentations of acute coronary syndrome except prolonged angina at rest, new onset chest pain, angina pain 10 ايام after attack of myocardial infarction, exertional chest pain once weekly since 1 year. ايوه 4، exertional chest pain once weekly since 1 year. ده يعتبر stable coronary artery disease، إنما حاجة new onset angina أو prolonged أو angina بعد الـ MI دي كلها criteria of acute coronary syndrome. 6 عند 54 سنة وعندها myocardial infarction، which of the following would be appropriate prophylactic antiarrhythmic pharmacotherapy؟ كينيدين، بروكيناميد، فيرباميل، فينيتوين، ميتوبرولول. شاطرين، ما هو البيتا بلوكرز بتتاخد في العيان بتاع المايوكارديال انفاركشن عشان تقلل الهارت ريت وتقلل برضو الاريزميا اللي بتحصل مع المايوكارديال انفاركشن، فهي الميتوبرولول. انما ما حدش قال ان انا ادي انت اريزميك درج تاني كبروفلاكسس، الكلام ده عاري من الصحه. طيب، ست عندها 53 سنة وبتتعالج من اتريال فلاتر وبعد كده دخلت في مايكارديال انفاركشن وبعد كده اكسبيرينسد برولونجد ديبريشن وبراديكارديا ويز، مين من دول ممكن يكون بريسكرايبد للعيانة ده؟ بروبرانولول، فينيتوين، كينيدين، فليكينادايد، فيرابوميل. بروبرانولول، شاطرين، هو البيتا بلوكرز اللي بتعمل ديبريشن وبراديكارديا ويز، وخاصة النون سيلكتيف بيتا بلوكرز زي بروبرانولول. طيب، تيك هوم مسج، يعني ايه الرسالة اللي احنا المفروض نروح بيها؟ A B C D E for any critically ill patient، أي عيان مايوكارديال انفاركشن أو مش مايوكارديال انفاركشن، A B C D E. النقطة التانية، في الـ ST segment elevation myocardial infarction time is muscle، كل دقيقة بتفرق في حياة العيان وانت اللي تقدر تخدمه لو انت شفته اول واحد. لو انت دخلت سمعت كورس رسم القلب
يا سلام، هتشخص رسم القلب، تبقى انت الفيرست ميديكال كونتاكت وتوفر عليه. لو انت قعدت في اديته اللودنج دراج صح، وفرت عليه، سيفت واديته سبلينجوال نايتريت وفكيت السبازم وحولته من توتال اوكلوجن لانكمبليت اوكلوجن، المريض كسبان. بي اوير اوف اذر كوزز، مش كل عيان يجي بشيست بين يبقى اكيوت كورونري سيندروم. ده انت في عندك مصايب تانية زي الاكيوت اورتيك دايسكشن اللي لو خد فيها ثرومبوليتيك ثيرابي هيموت، يعني ما كانش اصلا مقدر له انه يموت بالدايسكشن، هيموت بالثرومبوليتيك ثيرابي. جود دكتور از ان اكسلنت نيرس. انا الصراحه كنت مكسوف من نفسي في ذات من المرات، كنت شغال في مستوصف في العاشر كده وانا طبيب امتياز، وجاي عيان بيشتكي من شيست بين وكان معايا رسم قلب في المستوصف ومش عارف اشغله. تخيل، قعدت اسال يا تمريض يا عمال يا فئات، ورحت محول العيان على مستشفى تاني. من ساعتها بروحت نازل رايح لمس كده شاطر عندنا، والنبي مس علميني رسم القلب. كنت مكسوف ساعتها، بس يعني ايه، جود دكتور از ان اكسلنت نيرس. لازم تتعلم انت بايدك تركب كانلا وتعمل الامرجنسي بروسيديورز وتعمل رسم قلب وتسحب اي في وتدي اي في، وده اللي انا قلته لكم في اول الترم، بس يعني الكورونا اكيد هي اللي معطلاكم. براكتس يور نوليدج، ان شاء الله لما الحظر يتفك وتنزلوا المستشفيات تاني هتبص تلاقي الدنيا بقت كويسه. دونت ويست تايم، يعني بيلد يور سيلف، و يعني اعمل كل ما تستطيعه ان انت تبني نفسك على مستوى الثقافي، على مستوى الطبي، على مستوى الديني، على مستوى يعني ايه، كل واحد كده قسم نفسك فاكتورز واضرب سهم كده في كل حته. في سؤال من الدكتور، دكتور لو سمحت في اخر الداتا بتاعت الدكتور عبد السلام كاردياك ارست. في كاردياك ارست، ده محاضره الدكتور عبد السلام هيديها لكم، دكتور عبد السلام هيديكوا الكاردياك ارست، هو بتبقى محاضره لطيفه وبتبقى ايمرجنسي، تقدر ان انت لو عيان اغمى عليك قدامك او قلب وقف قدامك تقدر تتعامل معاه لغايه لما يتنقل المستشفى. محاضره براكتيكال حلوه يعني. مش حد عنده اي سؤال او اي استفسار؟ تمام، نشوفكوا على خير ان شاء الله المره الجايه. الدكتور محمد محسن هيديكوا الهايبرتنشن النظري، وبعد كده احنا هنقول العملي بعدها ب 24 ساعه ان شاء الله. يلا نشوفكم على خير، مع السلامة.